اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. صحتك في اكلتك، والوقايه خير من العلاج. ودايما نقول مصطلحات عن الاكل الصحي، ولكن تعالوا نطبقه عملي باقل تكلفه ومن المنتجات بتاعتنا ومن مطبخنا واللي هي في متناول الجميع. العدسه ابو جبه، العدس الاسمر هنعمله النهارده، ده بكليات وبروتين من البروتين النبات اللطيف، ولكن في مشاكل مع الكولون، هنحل مشكلته مع الكولون بإذن الله، ونشوف إزاي نعمله بطريقة جديدة النهاردة وبطعم تاني بطريقة بسيطة وسهلة. معايا سجق النهاردة بلدي، حسب عدد أفراد الأسرة بتجيب الكمية المطلوبة منك تقريبا نص كيلو، مع بطاطس هنعمل شوية كفتة السجق بالبطاطس، حاجة جديدة ولطيفة وجميلة، الأطفال هيحبوها وكمان كبار السن هيحبوها، وبقدر الإمكان هتكون صحية وزي الفل. نيجي بقى للعصاير والحاجات اللي بتشوفها في الكافيهات والمطاعم واللي اولادنا بيحبوها. معانا اسموزي المانجا، المانجا مغرقه السوق وبسم الله ما شاء الله طعمها زي العسل. هنعملها النهارده اسموزي المانجا بطريقه بسيطه وسهله، هتعجب حضراتكم، مع زبادي، يعني هتساعد على الهضم، وتقريبا الزبادي مع المانجا في بينه وبين بعض وصال. تعالوا نشوفوا نعمله ازاي اسموزي مع تلج ويبقى لطيف مع النعناع كمان. تعالوا نعمل السموزي بسرعه سريعا مع بعض، تقريبا التايم بتاعنا باقي لنا دقيقتين او دقيقه. نشوف هنعمله ازاي. بنغير الجلافزات، بنغير البلانشه سريعا، مش عايزها علشان ريحه الثوم، ريحه البصل، بما ان النهارده في بصل وثوم كتير. تعالوا مع بعض بسرعه كده بواسطه خلاط ومانجا وزبادي وسكر. عينيا على الشاشه، خلطنا صديقي، كبه هي صديقي في المطبخ، خلاط هو صديقي في المطبخ، سكينة حلوة هي صديقتي في المطبخ، مقشرة حلوة هي سكينتي في المطبخ أو صديقتي في المطبخ. هناخد المانجا بسرعة. أنا عارف إنك هتعمليه أحسن مني، بس هي الفكرة كلها إن أنا برتب لك منيو. المنيو ده يا ست الكل تقدر إنك أنت تعمليه لأولادك. أكلة زي دي فيها عدس، مشاكل هضم، مشاكل كولون، لما يكون في زبادي مع مشروب مانجا لطيف وحلو، بما ان المانجا بتاعتنا المصريه الحلوه العالم بيحكي بيها، مع زبادي، معلتين سكر، واذا المانجا معسله قوي قوي بلاها السكر. شفت المانجا ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. الله عليك. وناخد دي كمان. اقول لكم على حاجه بجد والله، المانجا دي لما المدام تقطعها لي انا بحتفظ بالنوايا دي كده ومصها. يا ويلي، هي دي انا هسيبها دي بعد ما اخلص واكلها تاني. حب القرقوشه بتاعتها دي كده. بتغرق لي اللبس وكل حاجه، واذا انا ما اتغرقتش من المانجا ما بقاش كلت مانجا. الله، والمانجا بسم الله ما شاء الله السنه دي جايه قبل موسمها فله. شفتوا بقى الكرم اللي احنا فيه؟ مسافرين اي مكان هات لي مانجا معاك وانت جاي من مصر. احنا في نعمه والله العظيم، في نعمه الحمد لله. تعالوا مع بعض نعمل معلقه كده بسرعه، معلقه في قلب الخلاط ده يا عم الشيف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسقط المانجا كده. الله. مانجا مستويه اهي، تنزل في قلب الخلاط. وناخد دي كمان في قلب الخلاط. معانا زبادي هينزل على المانجا دي ونضربه في قلب الخلاط. كوبايه العصير دي تحطها على السفره لاولادك، بلاها المياه الغازيه. وعلى فكره المانجا فيها املاح كتيره، عشان كده كمان اللي عنده املاح يقلل منها، ياكل واحده بس كل يوم. وجود الزبادي بقى، شفت بقى هنا الخبره الطهويه مع الايه الدراسه العلميه والصحيه. وجود الزبادي مع نعناع اخضر بنقلل نسبه الايه يا عم الشيف، نسبه الملح. فاضل واحده كلها عشان احنا هنشرب الكلام ده ونشرب العصير بعد ما نخلص. واعزم مخرجنا واعزم كل فريق العمل.
ممكن نحط ماء مسلج وتبقى سموزي المانجا، بس انا حطيت زبادي النهارده عشان المنيو بتاعي والاكل بتاعي. كل ده شلناه. يلا عينيا. حاضر يا فندم. والله عصره ليمون، الزبادي بتاعنا مع النعناع بتاعنا اهو في قلب الخلاط، قليل من الماء المسلج، انا هحط شويه سكر وده اختياري، وفي قلب الخلاط يا عم الشيف. شكرا لصديقي، طبعا صديقي مش بيونسني في المطبخ، مش بيساعدني في المطبخ خير الصديق. يا صبابين العصير زيدوا حالاته. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ده المشروب المناسب للسفره بتاعه النهارده. عدس عملناه بصوره بتكنيك عالي من الخبره الطهويه، عليها الكمون، عملنا الكفته بتاعتنا للاطفال الحلوين وكبار السن كمان، والعصير بتاعنا لطيف وجميل سموزي. رؤية فن ابداع مع تفاصيل صغيره ومعنى كبير وطعم جديد، بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.